سلام سلام، مرحبا بالجميع. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. اليوم على لايف جديد مع الاخ امين من دوزدورف. يكون هذا هو التاسع لايف معنا في هذا الكونسيبت ديال رمضان، اللي هو 90 يوم 90 حلقه. مع اليوم امين، خويا امين. اليوم تعطنا الدراري لكم 10 دقائق، سمحوا لنا كنتسنى في امين شارجي التليفون ديالو، الله يجي للدار. غيطلع معنا دابا امين. مرحبا بك اخي امين، الى كنتي كاين في اللايف امين طلع اخويا، مرحبا بك. او المعروف بالفقاس. امين ما طلعتيش ليا كاع، واش معنا في اللايف امين؟ صافي هنا الدراري نكتبوا الامين واش كاين معنا في اللايف. كيداز النهار ديالكم؟ غادي المعصيه؟ خويا امين طلع عليك تي معنا في اللايف. كتب لي كاين في اللايف. صافي. تراري البنات تسناو امين يطلع معنا. اليوم غنتعرفوا على الصديق امين. اي الفقاس يعني. السلام عليكم. كيداير اخويا بخير؟ هاني صافا هو هذاك. هاني صحيحة. هو هذاك. كلشي بخير. تدرسي مع التليفون تشارجا. دابا حيت عند الدري، عند الدري صاحبي ما قدرتش نوصل للدار، وصلت للدار ما ندير اللايف في الزنقة. لا صافي خليه. بحال ما كنا ناخذوا غراض من الساعة 10. صافي جيت عند الدري صاحبي هنايا قضيت غراض. اوكي عزيزة دوزي. بخير هو هذاك. الحمد لله. واه كاينه غريبه. كاينه غريبه. كاين النهار ديالك ديال رمضان مزيان اخويا، حنا كل نهار فين كندوزو ما عندناش رمضان، عندنا بحال قلت شي صايمين. صايمين وصافي. كي داير انت في برلين ياك؟ انا في برلين. وين برلين؟ عالم خور تماك. واش قول لي عالم فريد. انا نتعرف عليك الدراري اللي متبعيني. شكون امين؟ انا ولا الفقاس؟ دابا شوف، دابا انا دو بيرسوناليتي، راه علاقه امين مع الفقاس ماشي هو. شوف حنا نتعرفوا على امين. خليه في الباج ديالك، حنا الناس اللي نتعرفوا على امين. امين هو واحد الانسان فهمتيني، دمار فهمتيني. فين ما تحطني غادي نوريك زعما الحله شي ديا. اوكي. كيعجبو بغا يوصل دغيا، ما كيعجبوش فهمتي شي حاجه. الفاس ما شي حاجه الفاس ما كيعجبنيش بلا نقيل فهمتيني. اوكي. بحال دابا اللي نعطيها لك ما خصكش تبقى تقيل انت، باش كيعجبني اللي يكون معايا فاس. اوكي. خفيف ظريف. وكيعجبني شي واحد كنت فاهم مع شي واحد الا كان كيعجبو الدومين ديال الكوميرس تماك فين كان كي كوميرس ما فين كيعجبني شي الدومين ديالي حتى انايا. كيفاش وعلاش المانيا؟ نبدا بكيفاش؟ راه على بحال كيفاش وعلاش. لا نبدا بعلاش المانيا. علاش المانيا؟ يعني الطريقه كيفاش جيت؟ انا نقول لك المانيا صراحه ما كنتش كنفكر فيها. انا المانيا ما فكرتش فيها. المانيا جات باغازار حيت العائله عندي هنايا في المان. اوكي. دوسدورف. العائله عندي هنا في المان وشحال رجعوني من شديت الباك. انا ما كنتش عارف شنو غادي ندير. شديت الباك بشي 15 بحال هكا 15. المهم لي كونكور، لي كونكور ما تقدرش تجيب بزاف لي كونكور فهمتيني. شفت كازا بلانكا؟ انا في كازا شديت في ايكول بريفي في كازا. شديت الباك ب 15 بحال هكاك. ابخي جات في راسي كنقول لافاك هكا. انا كانت ديالي نبقى في المغرب، ما كانش شي حاجه كبيره زعما كنقول نخرج لوروب ولا شي حاجه. العائله ديالي عندي في المان، قال لك علاش ما تدخلش تقرا المانيا؟ راه المانيا راه لي زيتود هنايا. سيرتو انا كانت ليدي بغا ليدي ديالي ندير الميكانيك. اوكي. سيرتو انت باغي دير ميكانيك، راه ميكانيك الساعه انا في 2018 راه مزيانه، راه ميكانيك ترونكي، راه ميكانيك بلان. صافي كان بحال قلت في اول
صح اللي قلتي كادو ديال النجاح ديال الباك كانت هي عمتي فيه من العائله، وقال عطاتني شي واقيلا شي شهر شي سيمستر في المانيا، خلصوا لي شي 500 اورو ولا 400 اورو في جوت، اوكي خلصوا لي قريت بحال اللغه هكا. في المغرب، قريت اللغه في قريتها في المغرب جوت انا بي اينز، كنت في جوت صافي، وقال خلصوا لي بحال هكا، خلصوا لي شي سيمستر في جوت بحال هكا، المهم بحال باش يديروا لي هذاك لو بروميير با زعموني. اوكي صافي دخلت كعارف بلا مين كيبغي يجي يدير الستوديوم ديالو هنا، كيتقيد في لافاك وكيتقيد في جوت، وكيبقى يقرا لافاك الصباح وجوت العشيه، وهذه هي الطريق اللي كيمشي منها بنادم. صافي وبحال هكا جات المانيا، جات بحال هكا يعني، ماشي يعني ما يعني كانتش جيتي من الفكره. المغرب ما كانش اوكي، يعني جيتي خديتي الباك جيتي ديريكت لالمان، خديتي خديت عينس ودرتي كاع الناس كيديروا اللي بغاو يدخلوا في المانيا، جيتي فوالا لالمان ودرتي شدين كولج ولا ما لا ماشي امان درت شدين كولج لالمان. انا كانت عندي صراحه ما كانت عندي حلم، فهمتيني، اوكي ما كانش عندي حلم بحال قلتي، ماشي حلم غادي وكيكبر. اوكي هذاك الحلم فين صدفه فين صدفه، المهم ماشي صدفه، المهم بحال نقدر نقولوا صدفه، نقدر نقولوا انتريسيت لا من قلبك. والالمان فين كان فين ولات عندي حلم اللي كنقراها، هي قد ما كانت شي حاجه صعيبه قد ما كتعجبني انا بالرجوله، فهمتيني. اوكي تحدي ديما خصك شي حاجه، كتلقى شي حاجه في التحدي، كتلقى شي حاجه كتاخذ لك وقتك، كتاخذ لك الصحه ديالك، كتاخذ لك النهار ديالك، صافي تماك فين كتانتيريس الحاجه. صوب بحال هكا الحلم ديالي ديال المانيا باش نمشي ليها، ولا حتى بديت كنقرا المانيا، حتى داز ديك الشهر شهرين 3 شهور بحال هكا عادت تقريبا. يعني كان واحد السبورت من جهه العائله ديالك في المان، العائله ولكن صراحه هما اللي عمرك جيتي فاكونس المانيا قبل؟ جيت ضربت تقريبا، جيت في 2016 كنت دزنا على اسبانيا، ضربنا فرنسا بلجيكا المانيا هولندا، كنا اوكي صافي. يعني ديجا كنت واحد لاوروب قبل؟ جيت ما جيت مره واحده، جيت ضربنا شهر مرة. اوكي مره واحده عائله كامله، انا والوالد والوالده اختي جينا اونسون. اوكي واخا كانت ما كانش عندي ديك اللعيبه ديال انني نجي لاوروب، انك تبقى في اوروب، دابا بنادم بغا يسحب لي انا كنت متعلق بلوروب ولا شي حاجه، والله ما كانش عندي كتير بخير في المغرب، ما كانش عندك ديك الفكره تكون في ماشي بخير، ولكن الذين نشوفوا عايش ترونكيل مع دارنا، ما خصني حتى خير فهمتيني، واكل شارب، ولكن في الكونفورت زون عاوتاني، كانت كونفورت زون. اوكي اوكي كونفورت زون، ما كنتش نتمنى. شنو؟ شنو؟ جيت في 2021. جيت في كورونا، انا تسالت كورونا وباقي بداك الشيء اونزيشا وانا نجي، يعني نبلان صراحه، جيت واحد القيصه مخربقه انا براسي بحال قلت لي كنضربك عليه بالزرب، انا جيتني كهضر عادي كندوب بالزرب، شنو كندوب بالزرب؟ لا ما عرفتش كنت بشي واحد كهضر بالزرب، ولكن انا جيتني كهضر عادي، راه بنادم يلاه فطر وخصو يتصحى وكذا وهادي. دابا باش خلينا من الشاط، ركز معايا، خلينا من الشاط، خليكم ركز معانا في القصه ديالي، دابا خاص الناس اللي كيتبعينا كيعرفوا تا هو شكون هو امين، باش يعرفوا فوالا انا اللي متبعيني راه عارفين ديجا شنو طاري. اوكي كملنا فين وصلنا؟ بقاس نشوف وصلنا في لا وصلنا، قلنا قلت انك جيت المانيا، جيت ودرت واحد الشرف وراك، ما كانش كورونا كنت بحال جيت في شهر 10 ولا شهر 9 صراحة، المهم ما بين 9 و10 وقيله، وكان القرايات بدا عندي حتى شهر واحد، دونك بقى بحال بحال ديك الثلاث شهور كنكتشف فيها المانيا فهمتيني، يعني جلست 10 11 12 ثلاث شهور بحال هكا، جيت لدوسلدورف كنكتشف المانيا كي دايره هكا الطريقه كيفاش تخرج. كيفاش جاتك المانيا اول مره؟ كيفاش جاتك المانيا؟ مش اول مره جيت تعيش فيها، ماشي جيتي كاتوري تعيش فيها، كيفاش جاتك المانيا؟ صراحه دابا انا جيت ما لقيت العائله وفهمتيني ساكن عندهم واكل، حسيت بواحد الجو مغربي، كانت عمتي في الالمان حتى هي فهمتيني، يعني الماكله ديال المغرب، الدجاج، الصفه، الكسكسو، من المغرب للمغرب بحال قلت لك هذاك الغلبه. جيت الى خاصر، اللي كيعرف الى خاصر عارف الى خاصر حي مغربي الوحيد اللي كاين في المانيا كامل، يعني ما يمشي لك تما صراحه، هو تقريبا هو اول مغربي دخل الالمان، دخلوا في الى خاصر وكونوا مستعمره ديالهم صغيره. دابا يعني ما حسيتش بالغربه ملي جيتي؟ ما حسيتش بداك الاحساس ديال الغربه بوحدك، ما عندك حتى شي واحد؟ لا لا، يعني ما حسيتش كاع انت من هذه المرحله؟ فين حسيت؟ برضه حتى واجهتي ديك الساعات ملي جيتي؟ فين حسيت بها؟ حسيت بها من فين؟ كنت بوحدي وكنت في مدينه صغيره وبعيده على العائله بثلاثه السوايع، يعني ما نقدر نشوف، ما عندي لا كونتاكت لا والو. تماك فين تسطيت؟ تماك فين دخل معاك الغربه؟ تماك فين دخل معايا الغربه؟ وميم طون كان عندي واحد اللعيبه كنواجهها هو انه الدار ما كانوش دايرين لي كونت بلوكي، يعني بحال قلتي كانت ضمانه ولا شنو؟ ضمانه يعني بحال قلتي الدار كيقول لي راه 500 اورو كافيه باش تعيش سيدي، وانت راه
يعني عندك لا 4 اغلاق بالنسبه تقدر لا تخدم الاول، وتخيل معي مثلا ما عندك لا خدمه لا والو، ودارتهم كيعطوك 500 اورو بالكره ولا غير ترى الماكله؟ بالكره لا ما تحطيش. بالكره. شوف اقسم بالله كانت فيها البركه في ديك 2021، كانت ياك البركه. كنت كاري ب 250 اوكي وخوات معاك لي ديالي 250. اختي كتخلص لي لاسيرونس في فرنسا، هي اللي كتخلص لي لاسيرونس، واكثر ما كنت كناكل في الزنقه، ما كنتش كنخرج نسهر ولا بزاف، وحوايج تقريبا شريتهم في الاول. جبت معايا واحد 2000 اورو، كان الدار عطاك واحد 2000 اورو ديال الديبار ديالك. اوكي هذيك 2000 اورو بحال قلتي كيعطيو لي 500 اورو، وكنبقى نجرب من ديك 2000 اورو كنجرب منها واحد 150، كندخلهم عليك 500 بحال قلتي، كيبقى نوازن كديك باني 650 راسك. فوالا. اوكي يعني كنت بحال قلتي بحال كنحاول نوازن، كندوز الشهر ب 600 صراحه. دوزت تقريبا شي 6 شهور بحال هكا بهذه الطريقه. ابخي قلبتها شويه، بديت كنخدم هكا بريكولات من هنا بريكولات من هنا. كيفاش داش الانكوريج؟ لا ممكن تبارطاجي معايا القصه ديالك الانكوريج كيفاش دوز؟ سودين كوليك صراحه فيه ضحك ولعب، وكن واخا فيه ضحك ولعب فيه الصعوبات، انه انا جيت سودين كوليك بريفي، يعني بخير كتحط اوكي يعني كتحط فلوس. صعيب باش تقبل هنايا في هذيك الوقت ديال الكورونا، كان صعيب باش تخش في الشطاط ليش، اوكي حيت ما كانوش ان ميل دونغ، ما كانش حام اي حاجه. اوكي يعني انت كتسحب ضحك ولعب في تفليه، ولكن في الاخر كيصدمك شحال من واحد سقط فيه، وعندك غير تصفاي فيه زوخ، يعني 2 مرات اللي تقدر تعاود. الا لا مشيت فهمت شوي سقطتي المره الثانيه كيرجعوك المغرب. يعني تخيل تحت انا المغرب كاع صافي كتشم اكيد من هذه المعلومة كيرجعوك المغرب، ولا كتمشي تقلب اوس بيلدونغ، ياك فاش خصك تقلب على شي فريق تخاف اوس بيلدونغ. اوكي ما عندكش شنو غادي دير انت؟ جيتي عندك في الفيزا ديالك بزوخ شودين كوليك مثلا بادابون، شودين كوليك تورينغن، شودين كوليك بيرلين. كنت تقدر تبدل المدينة لا واقيلا تقدر تبدل المدينة لا لا تقدر تبدل لا ما نقدرش لا اوكي عندك سباي فيغ زوخ ديجا الاوسلندا، مين كيبغيو يبدلوك الدوس ديالك من الاوسلندا الاوسلندا وي اوسلندا الاخر، كتكون عالمه الاخر اوسلندا الاخر، تقول لي مرا اوكي خونا راه يعني ديجا. يعني فعليا ماشي ديال اللعب انا لا ثاني ماشي ديال اللعب، اوكي كاين اللي كيقول لك ديال اللعب، ولكن انا صراحه جبتها في سباي فيغ زوخ، جبتها في ثاني فايتة مره. في الزوخ اكيد ترى باش نجحت راه ما يمكنش الصراحه، ونجحت فهمتيني دغاي ستريت تقريبا بحال هكا، طلعي اوكي جبت مزيان دغاي 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 بحال قلت هي في المغرب، نقدر نقول لك 14 14 14 15 15 14 15 باك ولا الماني جاي 15 فين 14 15 تخيل مزيانة يعني جبت في المغرب 15 جبت في جبت ألمانيا في 15 باك مغربي 15، وفي الباك الماني جبت فيه 15 تقريبا. هذا هو كيفاش ستوديوم؟ كيفاش بديتي ستوديوم ديالك؟ شنو كتقرا؟ دابا كنقرا اي تي انفورماسيون تكنيك وديجيتاليزيون. دابا اه بزاف اوكي الناس كيتحابوني ندير اوس بيلدون، كيبقى يسولوني ما كنبغيش ندخل نبقى نجاوب بزاف، ها حيت الشخصيه ما حتى واحد مشغول فيها. بغيت كيفاش شي مره يكون شي تبارطاجيها؟ لايف فوالا، واه شي مره يكون لايف وبنادم يستافد بحال هكا، اما باش كل واحد كنشرح لي حياتي راه حتى واحد ما ما يقدرش يمكنش يشرح لكل واحد مشروع حياتي. ستوديو بصراحه انا كان في راسي باش ندير ميكانيك في الاول، طلعت لالمان راك عارف دابا الميكانيك ما بقاش واكله في المان، ماشين باو واه ماشين باو، ولا كل شيء كيخدم الكترونيك ميكاترونيك، ولا كل شيء كيخدم انفورماتيك، يعني ولاو بزاف اللعيبات اللي تقدر تديرهم وسهام من الميكانيك. صافي ابخي انا مشيت انتريسيت للاي تي اي تي، ولكن من دخلت دابا في الاونيك قريت ما لقيتش راسي باللي انا في الدومين اللي باغي، يعني اي تي اي تي، ولكن ما كنقراش الاي تي. هذا هو المشكل كتقرا اللي في الاوني، كتقرا داك الشيء الجيماين مثلا، عندك فيزيك فهمت شنو الجيماين، كتقرا الجيماين ماشي اي تي بروغراميرونغ، ماشي باش غنسميك تصايب الاولين ومن بعد ماشي في زعما تحس سيمستر تصفايت سيمستر دريت سيمستر، يعني تقريبا بحال بحال عندك واقيلا 3 سيمستر ولا 4 الاولين تقريبا. المهم بورينج شويه الجيماين ماشي الجيماين كيف ما قلت انا يعني. انا كنصحابك كتقرا اي كوميرس صراحه من كده انترستد لا اي كوميرس اي كوميرس بحال قلتي هوبي وخدمتي فهمتيني. اوكي يعني باش ودابا حاليا كتقرا وخدام ولا غير كتقرا لا دابا كنقرا كستودنت وخدمه ابار ديالي فهمتيني، خدمه يعني بريفي نيبن باي بخيفي. اوكي نيبن باي ماشي خدام شي بلاصه زعما اوكي ما كدير كونترا، لها فيك ستودنت لا لا ما خدامش في المانيا، خدام راسي كي غادي خدام مع راسي خدام مع راسك كي غادي مع الاستوديو صراحة. غادي مع الشوديو ما غاديش معاه مزيان غاديش معاه مزيان يعني اشي كدبي دابا ليا انا عطيتك حيت مع الايكوميرس وغادي انت الاي تي دابا فوالا. شوف كتشد واحد البلان الايكوميرس علاش ما تبقاش الايكوميرس؟ دابا انا كنفكر شوف دابا انا في اخر سيمستر، حيت انا فاليدي شودين كولك ديالي في ذاك العام، يعني يلا اخر سيمستر انا في اخر سيمستر دابا، يعني باقي عندي يلا بديتي باقي يلا عندي بديتي اخر سيمستر. ازو كنقول نقدر نمشي في الاي تي في الاوس بيلدونغ اي تي الا لقيته، حيت ما لقيتش صراحه صعيب باش تلقاه، حيت اي تي اوس بيلدونغ كيقبلوا غير الناس الالمانيين اكثريه، اوكي عندك اخفا هونغ. لما لقيت شي حاجه بحال هكا نقدر نقلبها كيف ما قلت في كوميرس،
شي حاجه عنده مع الهاندل، شي حاجه عنده مع هذاك. اوكي، اوكي ما عنديش كاين ايدي على واحد الكوميرس. الدري داز معنا، واحد الدري داز معنا في اللايف دير في شخص انفورماتيك اللي كانت فيغ شارج انفورماتيك فيها حفاظها بزاف. انفورماتيك حفظها بزاف. فيغ شارج انفورماتيك واش تحفظ؟ حفاظها بزاف. انا ما تبين غاوص ولا لك تيم انت دير سميتو دير ستوديو باقي يلاه بديتي دير لي كوميرس باقي يلاه بديتي. لا باقي عندي دابا تقريبا اوف امتحانات باقي فيها عام ونص، يعني نقدر نفاليدي دابا. انا اصلا ندوز في امتحانات، يعني نقدر نفاليدي السيمستر الاول، نفاليدي اللي بحال قلتي، نفاليدي لي موديول اللي غيقدروا يعاونوني في اي اوني بغيت نبدلها يقدروا يعاونوني، بحال المات، بحال بروجيكت مانجمنت. يعني هادشي كنفكر نفاليدي دابا. بالنسبة ل واش نقدر نقول انك قدرت تانتيغرا حاليا في المانيا، انت متانتيغري في المانيا، شي صعوبات انك تانتيغرا؟ شو الصعوبة؟ انت اللي تقدر دير وانت اللي تقدر تحيدها، فهمتيني؟ انا الصعوبة ما لقيتهاش. علاش؟ حيت بالحكم ديال انني كول عجبها كيف ما كيقولوا اللعيبة، نقدر ندخل معاك في اي حاجة، ما غادي حتى حاجة ما غادي تخليني انني نحس براسي لا حباس هكا. و ما بغيتش انتيغرا صراحة مع لي زالمون، خصك حاجة واحدة، دوي بالمانية تبين لهم بلي انت باغي تدوي، ماشي انت ساكت وهكا، وتبع شوية لا كولتور ديالهم، فهمتيني؟ تكون عارف انت شنو شنو طالع، الثقافة ديالهم؟ تفهم الثقافة شنو ديالهم. الثقافة واللغة؟ مثلا هو مثلا يقول لك مثلا اوستافير، يعني شنو كيطرا، تقول لي ها ها تا تا تا، يقول لي مثلا مثلا كريسمس شنو كيكون. المهم انت تكون عارف الثقافة ديالهم، مش كيقول لك راه كوميم هذا راه عارف شنو كيطرا عندنا هكا. هذه الطريقة كنقول كيف تقدر تعمل. بحال ما كيجيش ألماني كيقول لك رمضان مبارك سعيد، فوالا. تحس بها. انت فوالا انت ما غاديش، ما تقولش شي ميري كريسمس ولا شي، ما غاديش يقول هذا، ما كيحترمش الاعياد ديالنا، انا ما نحترمش العيد يعني ديالنا. في انسان خصو يتعلم اللغه الالمانيه ويتعلم الثقافه تاع ذاك الشعب الثقافه ديال هكا. خصك تكون عارف الثقافه، فهمتيني؟ فاش كيجيوك الالمان؟ فاش كيجيوك الالمان؟ صراحه الكونتاكت ديالهم شويه بارد، ديفول لوز نقدروا نقولوا، ولا ما عندهمش كيفول، يعني ماشي شي كيفول اللي يقدر يوصل. ماكسيمال انهم مش باس ديالهم شويه حامض كيف ما كنقولوا، الضحك ديالهم حامض حامض. بالنسبه انا لينا، حامض بالنسبه ما لينا. كنفهموش. عندهم واحد الضحك ماشي باس، الحامض ماشي باس، يعني يقدر يضرك ولا شي حاجه، غير هو حامض ما غاديش تفهموش انت. هي لا تفهمو ما تضحكش، المهم ما غاديش تفهمو اون جينيرال. لا تقدر تفهم لك شنو على التيم، ولكن ما لا وكيجي الضحك داخل في الثقافة باش ما تضحكش في الثقافة. وكيجيوني فهمتيني، عندهم واحد الريسبكت الخدمة، ما يمكنش راه ما يمكنش شي دابا تكون واقف انت مثلا عندك خدمة فيها 800 السوايع وخدمة بزاف وداك الشيء، ويقول لك لا خصك انت معيتي وبغيتي تمشي، والو ما كاينش، خصك تكمل الخدمة. ما عندهمش ديك اللعيبة ديال ما كيحنوش كيف من الاخر، فهمتيني؟ خدمة هي خدمة، باوزي باوزي، عاوتاني الالمان عاوتاني ما تثيقش فيهم، حيت اش مشيتي درتي معاهم ديك الثقه وحليتي معاهم الباب في الخدمه، يقدر يتصارع عليك، يقدر يولي فهمتيني ما يحملوكش، سورتو الا كنت انت احسن منهم. مثلا كتجي نتايا اوسلندا، كيفاش انت اوسلندا عندك فهم شخاخين، كدوي فهم بخمسه اللغات، كتضرب حطات زوينين، ديما كول رويحات هكا، هو فهمتيني الماني واخا ما مهلش حالته. ازو كيولي واحد اللعيبه انه كيوليو كيحسدوك بحال هكا، وداك ملي كيولي يحس كيولي مثلا يبداو يشكيو، فهمتيني؟ مثلا بحال باش حال واحد الخدمه كتخلي نهز كوكا مثلا في الباوز ديالي، ما عنديش حق نهز كوكا، كوكا كدير جوج اورونس خصني نحطها في واحد الكاسه ومن بعد نهز ديك كوكا. انا كنت كنمشي للثلاجه كنديرها كنخشيها في جيبو وتنزيد. حصلتني انك خدنا 100 ابايت يعني خدامه، مشات وصلت لخونا اللي لايطا قال لك ويجي عندي، قال لي واش عرفتي بلي ديك كوكا راه كنخلصوا على جوج اورونس باش ناخذوها؟ قلت لي راه قلت لي زعما ماشي انا الكوكا راه خديتها مره، انا راه ماشي خديتها مره. قلت لي شوف انا الكوكا خديتها مره، يعني واحد المره في السيمانه راه ذات سبيد كاين غول، يعني ما اورا ولا تفاي اورا ولا هادي، فهمتيني؟ قلت لي كان تفاي اورا بيت سلام، يعني ماشي غير ديك اللعيبه انها هي تمشي توصل لك الهضره، راه ما بلانش تقدر يعني تقولها لي انيش عاد تجي تقولها لك انت. مش منظومه هذاك اللي خدام فين؟ غاسترونومي. راك عارف انك تجي خدمت في اوتيل، فهمتيني؟ حنا اخويا حنا في الستارت اب اللي خدام فيها، صرف اللي عجبك كل اللي عجبك. دابا شوف ما كاينش اللي تهضر معاك، خدمت انا في شكل شويه، خدمت في واحد الكوتي منشن في جيت بايرن مع بلانس، ما عجبونيش في العقليه ديالهم صراحه، محبوسين فهمتيني. المهم
انا جاني بحال هكا ما كنتفاهمش معاهم بزاف. دابا دابا با امين يرجع ليك زمان لور، شنو كنتي غدير وقتها؟ كنتي شنو كنتي تميتي وقتها عرفتي في المغرب قبل ما تجي لالمان؟ تمنيت نعرف في المغرب قبل ما نجي لالمان شنو قبل ما تجي النصائح. لالمان وين؟ باش بالنسبة للناس اللي بغاو يجوا لالمان يجوا جديد ولا كون ولا ما كراش كان شي واحد يوصاني يقول لي راه ما تلقاش لك انا امين. الكرا اكيد مش في اقول لي امير الفرنسا. ما تلقاش لك انا في الالمان انا غادي تعذب واحد العذاب ويقول لي عشان حيت كاين شي نصائح انا خلصت عليهم فلوس باش وصلت ليهم فهمتيني، حيت كان بامكاني انني بحال قلت ما نخسرش دوك الفلوس بزاف. مثلا بحال نقول لك شولين كوليك، كاين واحد شولين كوليك في لايبسيش، داك شولين كوليك رخيص شويه داير 3000 اورو، انا مشيت شولين كوليك غالي ب 7000 اورو و ممكن تسيفي شوية فوالا فلوس من يعني 3000 و 7000 اورو رفق ديال 4000 اورو، عدا الامتحان كيتقام ب 1000 عدا النيبن كوستن زي ما ستارت شيكات كتقام عليك شولين كوليك بشي 13 مليون 14 مليون في ظرف 7 شهور 8 شهور. يعني كان امكاني نسيب فلوس. كون شي واحد نصحني قال لي انا ما كنتش عارف شدين كوليغات هنايا، كنت باغي ندير شي واحد شطاط ليش يعني ديال الدوله. هو يعني كان كاين امكاني، بزاف شطاط ليش، كاين ولكن بزاف شطاط ليش، يعني كاين وقع اغلبيه كاين الكورونا شطاط ليش. 2021 ما داك الشيء كانوا بلاصه كان كي راك عارف كيديروا بلاصه اه بلاصه لا بلاصه اه بلاصه لا، يعني القسم كان غام كان كتهز 20 ولا كتهز 10 ازو، ولات البلاصه اللي خص يدخل لها بنادم انت خرجت لك الفيزا خصك تجي للالمان. انت 100 واحد غيدور في داك السولين كوليك ديك الاوفناما تيست ديك ويلا غيهزوا 10 يعني فهمتيني. فهمتك يعني انك تمشي للبريفي بخيف. يعني كان شي واحد يقدر ينصحني مثلا يقول لي راه كاين شي كوليكات اخرين ولا يكون شي كوليك سهل سهل فهمتيني، كاين خاص كاين سهل ورخص صراحه كاين بزاف اللي كان بغا يدير. شنو اخر بتعرف؟ داك الشيء اللي بغيت نعرفه تقريبا. المهم صافي هادشي دابا كنعيش فيه مزيان نعيشو فهمتيني، ما بغيتش نعرفو قبل مزيان نعيشو. علاش؟ حيت الا عشتو غادي غنكون دوزت انا عندي اكسبيريونس ما نعاود. اما الا جي شي واحد قال لي وغادي بحال قلت شي واحد سبويلي لك شي فيلم مثلا، انت بغيت تفرج شي فيلم وقلت لك راه الممثل فان دام راه مات. وي ولكن 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 تقدر تشوفها بحال شي طريق، وكان واحد الحارات المود يقول شي واحد ضارب ديك الحفره كاينه بلا ما طيح انك تزوج فيها يعني. وخليه هو شوف خليه هو يدور البولو فهمتيني. دابا شنو تنصح شي واحد اللي بغى يجي لالمان؟ يعني شنو المناصح اللي يساقك؟ كيفاش يسيب الوقت؟ كيفاش يسيب الفلوس؟ كيفاش يسيب ستريس؟ كيفاش يسيب بزاف ديال الحوايج ويجي لالمان ويتاقلم دغيا ويعيش اول كمل ستوديوم كلش دغيا ويدخل ستوديوم ويكمل القرايه ديالو؟ نقدر نعطيك واحد الحاجه اون جينيرال ماشي غير بدل ستوديوم. اول حاجه اللغه، اول حاجه اللغه ما تحاولش تقلب على السونتر الرخيص وفهمتيني وسونتر ديال يومين في النهار، لا شوف شي سونتر اللي كيقريك كل نهار وكيوصل لك لانفورماسيون فهمتيني. حيت دوك لي سونتر الخاص كيكونوا واحد العدد فيهم بزاف وانت ما كدويش في السونتر وكيولي عندك مشكل انك ما عارفش ما شاش الجراماتيك ما عندكش الاوش بخاخه مزيان. اوش بخاخه مهمه، اوش بخاخه هي النطق ديالك. مثلا انا النطق ايش هايس محمد مثلا بحال هكا، الاخر غيجي ايش هايس محمد فهمتيني. الاوش بخاخه ديالك خصك تكون كتقادها كتبيل ديها في السونتر. يعني ديما قلب على سونتر اللي غيوسط لك باش تشد البي ايز اسرع طريقه، حيت قد ما سرعتي في الطريق قد ما غتجي المانيا قد ما غتدخل العاقه فهمتيني. اما لبقيتي في المغرب غتقرا في سونتر عيان تولي فهمتيني كتقلب ساقط في البي ايز، انت خلصتي 1500 عاوتاني معاود البي ايز عاوتاني انت سقطتي فيه مره ثانيه ولا جبتيه، دونك راه وليتي مضيع في المغرب. كنتي في سونتر زوين كنتي غتجي لالمان في واحد 8 شهور مشيتي سونتر عيان وما كنتيش كتراجع مراجعة في الدار مهمة يعني ساعتين في النهار تركز على اللغة. ساعتين في النهار على الأقل، ساعتين في النهار ساعة ونص يعني ما تركزش على البي أنس ولا كركز على اللغة يعني كنت تاخد. أنا قلت بي أنس حيت هو أول شقاق نيفو خص بنادم يكون عنده يعني من الأحسن بنادم يمشي يعني يقرا في الدار ويقلب على شي سونتر اللي كيوصل الانفورماسيون. ما بانش شي سونتر ما كاينش غادي يبدل الأستاذ، أنت بدل أنت قلب على شي حاجة. عمرك ندمتي على ألمانيا؟ بصراحه لا، كندم على شي حوايج طراو ليا هنا فهمتيني، كنقول شي حوايج درتهم هنا وما كانش خصني نديرهم، ولكن ما ندمش على المانيا. شنو اكبر شمس العاسيه وقعت لك في المانيا؟ بروفوكاسيون ديال واحد خونا وديك البروفوكاسيون ولات مضاربه وجاو البوليس. اوكي هذه اكبر شمس. كبر الفيلم شويه فهمتيني، علاش؟ حيت كان غاسيستي فهمتيني، كان شويه واحد خونا المهم
كان عيرني قال لي انتم العرب اش كديروا هنا؟ انا جاوبته، جاوبنا وبددنا في الهضره وولينا مضاربين ولاو جاي البوليس. تصيدت في هذه صراحه، انا في الالمان تبرد الدم ديالك. اوكي دابا هنا بني هذا اللي راح سؤالي غنسولك ليه، يعني الثقافه تاع المغاربه والثقافه تاع الالمان، واحد جاي من المغرب لهنا شنو خصو يكون حذر منه؟ هذا مثلا قلت هذه القضيه الخطا اللي تحتي فيه ولا المشكل اللي تحتي فيه كان ممكن تجنب، يعني لان كانت فقط انهم باردين يقدر يبقى يغوت معك في الصباح ما عمره يلوح يدي عليك ولا شي حاجه، وكنت في المغرب تقدر كلمه جوج كلمه تقدر تلقى طايف مع شي واحد، شنو واحد اللي يعرف شويه على الثقافه الالمانيه صراحه الشعب الالماني؟ هنايا المهم ما عندوش على المانيا، حيت المانيا ولات فيها اوسلندا بزاف، يعني اون جينيرال اوسلندا شامره ولاو تقريبا شي تقريبا 70، المهم المانيا نقدر نقول لك 60% واوسلندا 40%. شنو هو؟ يعني اوسلندا راه وقيله ولاو قد الالمان، هو خلاف المانيا. لا وايا بحال تقريبا اوسلندا كونوا بزاف. لا ما يستفيد بزاف تقريبا. ايوه لا قلت لك المانيا تكون المانيا ولاو فيها شي 60% ديال الالمانيين و40% اوسلندا. يكون اكثر 60% صعيب بزاف، راه قربوين نقارضوا على البقيه والله. حيت ما عرفتش وليت هذا قوي، وليت كنشوف الاوسلندا ما عرفتش. لا راه غير البلاصه اللي كنت عمال نشوف الاوسلندا، ما ركنش بلاصه ما كانت كاع كاع الاوسلندا. لكن انا عرفت الزوف كنشوف فيها الاوسلندا بزاف، شفت ولا كيجيني راسي انني ساكن في واحد العالم الماني اوسلندا. بعد قال لي 50 50 50 50 تعادل. لا لا اش تنبرد الحاجه اللي خصك بزاف اصاحبي. بعد ما كنت كتجيك تقول لي المغاربه بقى فيهم غير 60% ديال الشعب والاخر وخويا من وليتي كتطلع المتر وكتلقى فهمتي كلشي كحل الراس. وي تقدر يا باش 25% تكون ديال الاوسين تقريبا، انا ديال الاتراك راه كاين 7 مليون ديال الاتراك فهمتيني، يقدر يكون المهم الماكس يكون 15. المهم ما عليناش، ماشي مشكل. الحاجه اللي خص بنادم يتفاداها ويكون فهمتيني دمه بارد. هنا خصك تتعامل مع بنادم بروده فهمتيني، ماشي عمرك ما تسبق العيب ديما انت. حيت قد ما سبق شي العيب قد ما كتكون انت اللي شولد، ولا كنتي شولد راه شولد ديالك كنتي انت مذنب. الا كنتي انت مذنب راه ديما كدور عليك الدوره، كدور عليك انت واخا يكون عندك الحق، واخا يكون عندك الحق، يكون انك اللي كمس الاول هو اللي شي تقيسو هو، واخا يكون عيرك هكا ودابا شي داروا لي في الاخر قالوا لي انت واخا عيرك كاميرا هكا هادي غاسيسيش ما تقيسوش، يعني ما تجبدوش في الاول. هذا هو الغلط تقريبا اللي امين. دابا تقريبا دوز نص ساعه لايف، الكونسيبت ديال اللايف بقى 10 دقائق الاسئله. دابا اصدقاء وصديقات اللي معنا في اللايف اللي عندي شي سؤال، امين مرحبا خلونا الاسئله دابا غادي نجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم. كلكم نهاية دغيا، نهاية زربات، هي دغيا زربات، يعني 30% يعني واقيلا كاين 30%. انا ما شكيت شويه في 30% راه بزاف اصاحبي. دونك 30% والله شوف ولكن صبر، ولكن صبر، كاين اوسلندا وكاين ميغراسيون سين دا غروند، كاين كيلقاو موجودين هنا، ولكن مزيان نقدر نحسبو الماني، ما تقدرش تحسبو كيفاش نجيو للالمان. اول سؤال سير كيف تجيو للالمان، راه كيف للالمان هذا كي الالمان خلاص العام هذا اللي كيسولك اللي بغيت ديال الالمان فهمتيني حرق. لا لا بالعكس، لا انا بغيت ديال الالمان راه ساهل، راه غتقرا المانيه تقلب على شنو الدومين اللي باغي دير، واش باغي تجي قرايه ولا باغي تجي اوس بيلدون فهمتيني، حيت كاين ولا باغي تجي خدمه ولا باغي تجي ستاج، حيت كاين واحد البلان ستاج وكي خصك تكون عندك دكتوره صراحه، دكتوره ولا ماستر. لا شوف المانيا تقدر تجي اوس بيلدون، تقدر تجي خدمه، تقدر تجي لكن بحال في المغرب ديجا عندك ماستر ولا شي حاجه تجي خدمه، المانيا تقدر تجي تكوين مهني، تقدر تجي اش كيسموهم ذاك مربيه اوبير ميت اوبير اوبير اوبير. كاين بزاف ديال الطرق الدراري والبنات كيتفرجوا من جوج الالمان، ما نساو الحرايق، نساو يمكن بزاف ديال الطرق. واش خويا بغينا نجيو الالمان بلا لغه، بلا لغه ما كاين الصراحه شي طريقه باش تجيب لها اللغه. قالت لك واش تنصحنا بزواج فيغن شو اليوم اختي؟ هذا سؤال بريفي ديالك اختي. هذا وهذا انت شوفي واش انت لقيتي الحبيب الحبيب ديالك زعمي بريفي اختي، هذا سؤال خصك انت تعرفي الجواب ديالو، ما نقدرش نزوج نشوفو علاش ما عرفنا اختي. هذا بقى دير اللي مسلكك واللي خدام فوالا. انا مثلا ما بغيتش نتزوج، انت باغي تزوجي راه مثلا ما بغيتش نتزوج راه نقول لك اختي لا، ولكن واحد غيكون باغي يتزوج يقول لك اه، دونك انت تبعي الاحاسيس ديالك الكفول ديال من غير اللي كتشعلق بالوراق راه ولا شوف يا براغا براغا ماتي شنو خدامك شنو ما خدامش ديك،
المهم هذا سؤال تريفي. ميت ميغراسيون تاع غروند هاد سا اوكي 370 اللي عندهم ميغراسيون تاع غروند. اوكي دابا ممكن 28% اللي عندهم ميغراسيون تاع غروند. اوكي هذه ممكنه ولكن كي تسمى اوسلندا واخا هكا كيتسمى اوسلندا. لا لا مش ضروري تسمى اوسلندا، لا تقدر محسوب من المان هذاك. هو دابا بلاش المهم عندهم دوبل ناسيوناليتي راه كيتسمى حتى هو ماشي المان. ماشي كلشي ماشي كلشي عندهم دوبل ناسيوناليتي ماشي كلشي. ابارك الله حلو اليوم هاد القضيه دي راه ما كانش في الاول. احنا المغاربه فتخه صعيبه القرايه، فتخه صعيبه القرايه فتخاك ما صعيبه اللي كاين القضيه. قال لك فتخه صعيبه القضيه فتخاك ديالش الفتخه كوجي ستوديو ديال اوس بيلدونغ. فتخه كيدوا على اوس بيلدونغ صراحه ما عرفتش انا حيت ما نديرش اوس بيلدونغ دونك، ولكن نقدر نقول لك هو سا ديبون على الدومين. انت كنتي كتشوف على الدومينات اللي كيتنافسوا فيهم لي زالمون تاهما، مثلا بحال قلتي انفورماتيكا كافتيس ميشانيكا لي دومين اللي مطلوب اللي قلال لي فراي بليتس ديالهم، يعني اربايت بليتس ديالهم قلال، مثلا شطويا فاخمان ولا شطويا بيغاتا ولا بحال هكا. ولا شوف شي حاجه اللي كتكون عندهم نقص حاد. نقص حاد دابا المان عندهم نقص حاد بزاف باش يدير كرانكين شبيه ستار فليغا ما ديشي اطلوك. ديجا درت اللايف مع واحد البنت وشي جوج دراري ثلاثه ديجا جاو اوس بيلدونغ المانيا ولقاو فتخاك. راه تفرج في اللايف اللي فاتوا راه الدراري والبنات لقاو فتخاك عادي. لا شي واحد سولني قال لي تنصح شي واحد تنصح بروش يقرا في ان ار في ولا بايرن بوندسلاند ان فايزا ماستر انفورماتيك. صا ديبون شوف انا نصح لك ان ار في ونصح لك بايرن. بايرن هي واحد البلاصه اللي تقدر ما تانتيغراش فيها. علاش؟ حيت فيها غير لي زالمون تجي، ولكن غادي الاوشبخا ديالك غادي فيها بي سي ار فهمتيني، فيها بي سي ار دير لها واحد فيها بي سي ار، حيت تماك ما كاينش تماك العرب بزاف، ما كاينش فهمتيني، يعني منشن التيكالا واحد شويه الكابه ماشي شويه صراحه التيكالا شويه الكابه. خويا امين قدرتي تجاوب على الاسئله طق طق من نوزو بزاف الاسئله حيت بزاف الناس يقولوا ما كتجاوبش راه الاسئله كيكونوا بزاف. المهم باش تقريبا قربنا نوصل 40 دقيقه. المهم منشن كيف ما قلت لكم الاخوان راه منشن راه بحال قلتي منشن بحال قلتي غادي لشي بلاصه هي كوريكت، وان ار في غادي شي بلاصه اللي تقدر تلقى الفايب ديالك، تلقى شي الشارع ديال المغاربه وتقنطتي تلقى تلاقى مع هذا يعني هذول. سؤال اخر قال لك واش منيت على المانيا لونزي؟ قال لك واش منيت على المانيا؟ واش ما يندمش على المانيا؟ واش ما يندمش على المانيا؟ واش ما ندمتيش يعني جاوبتي على السؤال؟ هذا جبت عليه لا ما ندمش عليه صراحه. قال لك شنو هو النيفو تاع اللغه اللي مهم جينيرال يعني؟ وانا نقدر نقول لك سي اينز. بحال دابا انا خديت سي اينز، انا باش تدخل يونيفرسيتي خصك سي اينز، الا ما كانش عندك سي اينز ما تحلمش تقرا في يونيفرسيتي. وي على حساب او كل ما كان عندك لغه مزيانه لا كاين. شوف يونيفرسيتي خصو سي اين فهمتيني، يعني تقدر ديرو هنا في المانيا تقدر ديرو في المغرب، ولكن تقدر تجيب البيت فايل الالمان وابخي دير سي اين. اوس بيلدونغ اس اتسياغين بلان ولا ماشي بلان؟ عندكم شي انون بليز صراحه ما عرفتش واش كاين اصلا شي ما كاين اوبير. بغات تقول اوبير ميتشن واقيلا كاين فيزا اوبير نيشان اوبا كاين فيزا ولكن واش كاين شي تكوين مهني على القديم؟ ما كنظنش كاين تكوين مهني. كاين سوسيال بيداغوغ حاجه كتكون بحال علاقه بالسوسيال، ولكن ما كاينش واقع شي ما عرفش كاين بايطا بيل دونك تقدر تجي هنا ديك الساعه تبدا تقلبي، اما باش ديري من المغرب صعيب باش تجيب هذا الدومين. شحال داير بي اينز؟ شحال داير بي اينز على حساب اصديقي؟ اول جواب نتاع مين شحال تبقى معايا بي اينز؟ تبقى معايا بشي 2000 اورو هنا ما بين المغرب بين القرايه وقرايه وكل شيء والامتحان في المغرب. جبت مليون و 1000 قدر تقام عليك برخص بزاف صراحه. انا قدرت بحال دابا ما عندكش الصافي اللي كيهضر معنا تقدر في الدار تعلم الماني وتدير الامتحان. انا قيس جود جود بصراحه شويه غالي دايره 3500 درهم لشهرين، راه مع 3800 درهم شهرين غاليه. غالي شويه يعني كتقام عليك المهم ماشي شهرين شهر ونص 3500 شهر ونص يعني شهر ونص شهر 10 ايام يعني عندك تقريبا شي 7 شهور 8 شهور كتلقى راسك حطيتي فيها واحد مليون و 7000 درهم بحال هكا. وعاد كيزيد فوغ بي رايتونغ كيدار بشي 2500 وقيله، وعاد كيتزاد الكتوبه كيديروا 500 درهم ومع 600، وعاد كيتزاد كل اينس اسفاي كتوبه ديالها، وعاد كيتزاد الامتحان ديال 1800 ولا تقطتي في شي موديول 800 درهم ياك غاليه
كاين 100 درهم الموديول داكشي واحد معدل تاع لو سيمستر ياثر فيزا زعما واش معدل ديال سيمسترات مثلا اس اي كياثر في الفيزا ما كاينش شحال كتاثر في الفيزا صراحه الفيزا لا علاقه وتقدر تكون اللي كتاثر في المدرسه باش تقبلك ما تلقاش المدرسه تقبلك يعني ما كانش عندك معدل زوين ولكن في الاخر تلقى مدرسه تقبلك اون جينيرال وي ولكن لكن كيقصد انك ديجا انت في ستوديو يقدر ياثر عليك وي انك انت ملي غتمشي تبدل الوراق راه يقدروا مع الوقت يقدروا لا كنتي ناجح كنتي باش واخا تجيب شي 10 لا ولكن نجح باليوم انت انت عندك الباتشلر وباقي سميتو 9 سبع سنين وباقي تقرا فراه يقدروا يديروا لا لا الباتشلر فيه باش دير فيه شوف واخا هكاك ماشي مشكل فهمتيني اصلا هما الباشلور كيعطيوك فيه 10 سنين ولكن ما كيقول لك 10 سنين باش تشد الباشلور ديالك ياك 10 سنين باش تشد كيعطيوك حيت اصلا نورمال فايز الباشلور ديالك ما تقدرش تشدو في 3 سنين ونص حيت اصلا كاين اللعيبات اللي فيهم 6 ديال لي زيمستر واللي فيهم 7 زيبن ازو وعلى زيد 4 سنين ونص تقريبا باش عاد زيد حتى ملي غادي تسالي الباشلور ديالك خصك دير الابايت اش كيكون سميوها تيزيس ديالك خصك دير لا تيز ديالك لا تيز خصك لا سيمستر تاعي يعني انت وليتي في 4 وما يمكنش انت تفاليدي 4 سنين تفاليديها في 4 سنين راه المانيا المانيا ماشي دايرهاش خصك مينيموم واحد 5 سنين باش تفاليدي ما عشان وقع دوش نيت ليش في المانيا وقيله 4 ونص 5 4 ونص 4 ونص 5 باش تفاليدي يعني وانت كاجنبي غتحتاج اكثر غتحتاج واحد 6 سنين بحال هكا بحالي ان شاء الله ان شاء الله انا خصني واحد 6 سنين بعدا نعاد نشد ليسونس صات دابا تقريبا حنا 40 دقيقه داز ديال الكونسيبت انا غادي ندير واحد الجيم اللي ديما كنلعبوا مع ولا كنديروا مع كاع كاع الكاس اللي زعما معايا نبقى نقول لك انا بعض المانيا كاينش طاي على حساب ما عليناش المغرب كلمه المغرب بلاد ديال الزهور النشاط فهمتيني العائله كلمه صايب كلمه المغرب كلمه هاي مات تقدر نقول لك هاي مات اوكي بلاصه فين كنت بلاصه فين كنت شارجه اوكي باش كتال اوكي هاي مات الالمان الالمان بلاصه اللي كندخل فيها بزاف لي زانفورماسيون اللي كنتعلم فيها بزاف اوكي اللغه الالمانيه اللغه الالمانيه اللغه اللي خصني نتعلم ليها شعب الماني شعب الماني مزيان تعرفوه ولكن ما ديرش فيه الثقه اوكي شتي كوليج شتي كوليج واحد الحاجه اللي يقدر بنادم يتفاداها ويدير حاجه اخرى قالت لك نوعي لك كلمه صاحبي كنقول لك كنقول لك كلمه ما تعرفش شنو عطيت الدراري كتقول جمله قلت لها قداش شتي كوليج مزيان كتعلم فيه تو بزاف الحوايج بحال الباك كتعلم فيه بزاف الحوايج اوكي النجاح شنو النجاح بالنسبه لك النجاح في كل مشا هو نجاح هو فول جايز فول جايز النجاح هو شنو كيعني لك النجاح شنو كيعني لك النجاح واحد القيمه مضافه قيمه مضافه فلوس الرفاهيه كتقول لك كتعني لك الليبرتي العائله العائله كتعني لك الاساس الصحة النفسية الصحة النفسية كتعني لك هي اللي تقدر دير بها كل شيء الفقاس يعني الشخص الفقاس يعني الدور اللي كتلعبه في الفقاس الفقاس هو ذاك المسطي ديال الألمان وأمين في كلمة أمين بعد الله يعني هو ذاك خونا اللي يقدر سيريو سيريو دابا دابا امين ماشي هو الفقاس ياك لا دابا امين تعرفت على امين هذا شويه امين مخلط مع الفقاس امين بعقله امين بعقله امين مخلط شويه على الفقاس اوكي اخويا امين شكرا بزاف سير اخويا الله يحفظك الله يخليك على كيخه زوينه مع هذاك الشيء شكرا بزاف تفرج معنا القصه ديالك وتعرف عليك شكرا اي واحد كان معنا في اللايف صديقي شكرا لكم اللي معنا في اللايف شكرا لكم بزاف نشوفكم ان شاء الله غدا في لايف واحد جديد الله يحفظكم زوين بسلامه نقول شي اخوانا كان شي كيسيون يعني شي كيسيون يعني رياليستيش كيف ما كنقولوا شي كيسيون اللي يقدر بنادم يشوفها يقول راه كيسيون عندها ماشي كيفاش اخويا نجي لالمان مرحبا ولكن ما تسولنيش كيفاش نجي لالمان نروج ولا شوف القضيه الكيسيون اللي
فهمتيني لي كيسيون اللي كتشوف انت مثلا دابا واش انا غنجي عندك نقول لك خويا كيفاش نجي لالمان، هذه كيسيون كنشوف كنشوفها باليده. انت كنشوف انا كنت مهم.